تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، نظم المجلس الأعلى للبيئة حفل ختام مبادرة الابتكار المناخية. وأشاد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بجميع المشاركات في المبادرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وما تقدم من مبادرات متنوعة ومتميزة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار تغير المناخ، مؤكدا سعادته أن هذه المبادرة تلعب دورا مهما في دعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة وزيادة الوعي حول ذلك. وفي بداية الحفل ألقت الأستاذة آمنة حمد الرميحي القائم بأعمال مدير إدارة الاتصال والتوعية البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة كلمة أكدت خلالها الإيمان الراسخ بأن العلم والابتكار أساس لانطلاق المشاريع والبرامج التي تتبناها مملكة البحرين ضمن السعي المتواصل لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. بعدها قام سعادة وزير النفط والبيئة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء بتكريم الفرق الفائزة في مسابقة مبادرة الابتكار المناخي. هذا وكان المجلس الأعلى للبيئة كان قد أطلق مبادرة الابتكار المناخي في مارس الماضي بهدف تحفيز الطاقات البحرينية في القطاعات الحكومية والخاصة على البحث والابتكار في مجال حماية البيئة والمناخ وخلق مساحة لأصحاب الخبرات والأفكار الإبداعية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة. الهدف من مبادرة الابتكار المناخي استقطاب الكوادر الوطنية وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار في مجال الابتكار المناخي والتنمية المستدامة. احنا انبهرنا بما شاء الله تبارك الرحمن الأفكار اللي هم جاوا بيها، وخلنا نقول حتى لو كانت الأفكار بعضها يمكن نقول ان احنا موجودة، ولكن تم خلنا نقول تعديلها وتضبيطها بحيث تتناسب مع البحرين. فكون ان المشاركين من عدة جهات من عدة وزارات وانهم يعني يجتمعون مع بعض انهم يطلعون فكرة، فبالتالي يحاولون يوجدون الحلول. نحن نعرف ان اي فكرة نحاول ان احنا نغطي يعني قضية بيئية، شيء طبيعي هي ما تكون جهة واحدة المعنية، وتكون هي عبارة عن مجموعة من الجهات مشتركة للوصول الى الحل الامثل. المبادرة مالتنا كان اسمها بلو بوينتس، تطبيق تقدرون تنزلونه في التليفون، يساهم الهدف منه يساهم على خفض الانبعاثات في مملكة البحرين. طبعا يكون in alignment مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تقوم على مبدأ الشراكة، فهذا الشيء يتطلب مبادرة من جميع أفراد المجتمع من أصغرهم لأكبرهم. طالعنا عدة فئات منها Water Resource Management, Waste Management, Recycling عشان نحقق خفض الانبعاثات.